السلام عليكم ورحمة الله. اليوم غادي نحضر واحد المسمنة مالحين. لهذا المسمن هذا غادي نحتاجو 250 غرام ديال الفرينة، عندنا هنايا الفينو 125 غرام، واحد خمارة 7 غرام، معلقة كبيرة ديال الزبدة تكون درجة حرارة المطبخ، واحد ربع معلقة صغيرة ديال الخميرة الفورية، وعندي هنا واحد معلقة صغيرة ديال لاموطارد والملح. الملح ما نكتروش بزاف لحقاش الحشوات هي غادي تكون مالحة. دابا غادي نشوفوا مع بعضياتنا المكونات ديال الحشوه. عندي هنايا واحد ربعه ديال الصدر ديال الدجاج، تقدروا تعوضوه بلاداند. عندي هنايا شويه ديال المعدنوس مقطع، عندي هنايا الفرماج رابي اختياري، لما بغيتوا ديروه ما ديروش. عندي هنايا واحد جوج خيزويات صغار محكوكين في الحكاكه الغليظه ماشي الرقيقه. عندي هنايا الزيتون مقطع، قطعته طرفه صغار. عندي هنايا العطريه ديال الحوت، صويا صوص، شويه ديال الهريسه اللي ما بغاهاش ما يديرهاش. عندي بصله مشلضه، هادشي اللي غادي نحتاجو في الحشوه ديالنا. ودوزو دابا باش نطيبو.